هذه المنطقة هي شعبية، وكنتمناو ما تكونش آخر مرة تكون في البرنامج السنوي باش تشجعوا الشباب. فاختلفت أوراقي وأعلنت أشواقي سافحة في الآفاق أهائل السباق، أن حبكم يا حضورنا باقي في القلب في الأعماق بالنفس راقي. لا تحت إلقاء هذه الكلمات سنواصل نحن وإياكم بعد دقائق معدودة بعد توالي معدودة بعد لحظات قليلة. العربية محمد الأمين، رئيس جمعية الجسم السليم بنزا. إذا حنا وحدة من الجمعية اللي مضوين هنا مع الجمعيات اللي كاينين هنايا. الهدف ديالنا كما قلت هو الملتقى الأول الرياضي للرياضات الدفاعية، نحاولوا نقربوا الناس من الرياضات اللي كيداروا هنايا في القاعات الرياضية، على أساس أنه الناس يعرفوا شنو هما الأهداف ديال الرياضة إجمالا. والهدف الثاني هو نحاولوا نقصوا من هذا الشيء ديال العنف اللي كاين على برا اللي كنشوفوه، عنف جنسي، عنف جسدي، عنف لفظي يعني، والعنف اللي معروف دابا هو هذا الشيء ديال الترميم. والهدف ديالنا هو إذا كانت إعانة من السلطات على أساس أنه يداروا ملاعب القرب ويداروا قاعات رياضية يعني ملاعب رياضية كبار، وحنا هنايا متكتلين ومجموعين بغينا ننجحوا الرياضات هنايا. الرياضات اللي كنديروا ما كاينين كثار، وال يعني العدد ديال الطاقات اللي كاين هنايا راه لا توصف ولا تصدق، حيت كل مؤسسة علين عندها 2000 تلميذ، و2000 تلميذ في كل مؤسسة، وهنا علين تقريبا شي كاين 30 مؤسسة بين مؤسسة إعدادية وثانوية، ولو ملعب رياضي هنا كاين من غير لوزما من غير. إذا نتمناو من السلطات يعاونونا، وحنا هنايا كاينين باش نعطيو الجهد ديالنا، وهاد الطاقات هادي بغينا نكونوهم ونجعلوهم إن شاء الله الرحمن الرحيم طاقات المستقبل ويعبروا لنا على الرياضة ديالنا.